اتفضل عرفي نفسك. والده الشهيد معاذ السيد محمد. سنه اولى جامعه الازهر. استشهد يوم 28/1/2011 يوم جمعه الغضب. دي صوره معاذ لما استشهد. دي صوره معاذ وهو مصاب. انا عايز اعرف هم مستنيين ادانه تاني غير كده ايه؟ الادانه عندهم والدلائل عندهم لسه في حاجه لسه هيحكموا بيها ولا ايه؟ احنا عايزين القصاص، عايزين المحاكمات، عايزين المحاكمات علنيه، عايزين نسمعها نشوفها يعرضوها على التلفزيون. لو ما بنحضرش جلسات، مش عايزين نحضر جلسات يعلنوها على التلفزيون. احنا عايزين القصاص دلوقتي. عمالين يفرجوا عن الضباط اللي قتلت الشباب اللي زي الورد دول، بيفرجوا عنهم ليه؟ لسه في حاجات تانية هيعرفوها. في واحد معانا ابن ام شهيده معانا برضو، مسكوه ما عملش حاجه، مسكوه حكموا عليه بثلاث سنين ليه؟ طب دول مستنيين يحكموا عليهم بايه تاني؟ ما كل حاجه موجوده عندهم اهو، مش عايزين حتى يحكموا عليهم. في تواطؤ ولا في ايه؟ كلهم متفقين مع بعض ولا ايه؟ طب واحنا ذنبنا ايه؟ احنا قاعدين في الشارع وهم متنعمين، كلهم قاعدين في بيوتهم، بيروحوا شغلهم وبيرجعوا بيوتهم وبيناموا وبياكلوا وبيشربوا وقاعدين في تكييفات ولا كانهم احنا اهالي شهداء ولا اي حاجه، وبيشتموا فينا وبيقولوا احنا كفايه احنا زهقنا منكم. ليه؟ ليه كل ده؟ احنا عايزين القضاء المصري يكون نزيه، عايزين نصدقه، عايزين يبقى فيه مصداقيه. كفايه بقى، يعني ايه فاضل ايه تاني؟ بقول لك الصوره اهي، الصوره قدام الناس كلها، فاضل ايه تاني عشان يصدقوا وعشان يعرفوا اللي عملوه الكلاب اللي عملوه؟ فاضل ايه تاني؟ يعني احنا بس بنوصل صوتنا. لو المشير طنطاوي لسه فيه يعني شويه عنده يعني يسمع كلامنا. اهالي الشهداء مش عايزين منه حاجه، لا عايزين صندوق اللي هما بيتكلموا عليه وفضحوا الدنيا بيه. احنا بنعمل صندوق عشان اهالي الشهداء، عشان نرعاهم. احنا بقالنا خمس شهور من ساعه الثوره لغايه النهارده واحنا في الشارع، ما بنروحش بيوتنا غير الساعه 1 بالليل، وهم ولا هم هنا بيقولوا لك صندوق. عمل ايه الصندوق؟ احنا مش عايزين صندوق، احنا بنطالبه بالقصاص، مش عايزين صندوق، القصاص العادل والمحاكمه العلنيه. شكرا.